مساء السعادة أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا. النهاردة هنتكلم عن الصحة، إزاي نحافظ على صحتنا بالأعشاب الطبيعية اللي ربنا خلقها. مش كل حاجة هناخد ليها أدوية، مش كل حاجة هندمر بيها صحتنا، مش كل حاجة هندمر بيها معدتنا. في حاجات كتير ربنا خلقها لنا بالأعشاب الطبيعية، إزاي نقدر نستفيد بيها وإزاي نقدر نستغنى عنها. فالنهارده هنتكلم النهارده في حلقه جديده من برنامجنا معانا ضيفنا النهارده دكتور عصام. اهلا بحضرتك يا دكتور. حضرتك اهلا وسهلا. على فكره انا مش دكتور، انا خبير اعشاب. صمم مجازا بقول على الدكتور عصام ان انا خبير اعشاب مش دكتور. تشرف ليا طبعا اكون دكتور، بس يا ريت يعني. اهلا بحضرتك، منورنا النهارده. اهلا بحضرتك. حضرتك النهارده احنا عاوزين نتكلم عن الطب البديل. تحت امرك. تمام، احنا عندنا الطب البديل هو العلاج بالاعشاب. عندنا اكتر من 90% من الشعب المصري بيعاني من مشكلة الشعر. تمام وبيعاني، وعندنا 10 مليون، أكتر من 10 مليون مواطن بيعاني من مرض السكر. تمام، فاحنا النهاردة عايزين حضرتك تكلمنا النهاردة عن الأعشاب. تمام، وبداية حلقتنا هنتكلم عن الشعر. أنا صحح لك المعلومة، أكتر من 40% من الشعب المصري مريض بالسكر، فأنا عملت له العلاج ده، مركب ترياق 102 من شركة الرحمة، هنتكلم عليه في وقت تاني. إنما النهاردة احنا هنتكلم عن حاجتين، الانجاب والضعف الجنسي، العسل اللي انا عامله ده، وزيت الشعر هو البطل بتاع حلقتي النهارده. ده زيت الشعر الشيخ والحواج، ده احدث حاجه للشعر، او ضروري لحضرتك بمنتهى الثقه. حضرتك بتصرفي مثلا، تروحي الكوافير عشان تعملي كرياتين، تصرفي قد ايه؟ كتير. ده كرياتين طبيعي. عايزه تعملي شعرك وقع، تاخدي حقن بروتين وتاخدي حقن معرفش ايه، ده بيمنع تساقط الشعر ويعيد انتاج الشعر في البصيله اللي وقعت. يعني معظم الكريمات او معظم الحاجات اللي بستخدمها ملمع للشعر مش اكتر، اما ده ملمع مغذي مقوي بيمنع التساقط، بيطول الشعر. اولا انا جايب عبوه مركزه، يعني العبوه دي متهيألي اكبر عبوه زيت شعر موجوده في الاسواق كلها. ليه انا عاملها؟ انا حاطط فيها مجموعه من الاعشاب، يعني حتى اللي هيبص على المكونات هتلاقي مكونات مختلفه، من واضح اختلافها، زيت جوجوبا، زيت جوز الهند، مواد كتيره جدا بتعمل على فرد الشعر، اطاله الشعر، شعر طويل جدا، دي بتكفي العبوه، بتكفي شهرين. فاقل من شهرين بتلاقي شعر حضرتك مش اقل من 20 سم زياده في الطول. طب ايه مكونات استاذ عصام؟ الجوجوبا، زيت جوز الهند، زيت ركان، زيت زيتون، زيت خروع، زيت لوز مر، زيت جرجير، عصاره البيض اللي هو البياض بتاع البيض ده المركز بتاعه، بس ما يبقاش فيه زفاره ومفيش حاجه، احنا خدنا استخلصناه بس منه. معانا حضرتك. طب حضرتك دلوقتي نتيجتها بتبان في قد ايه؟ بالنسبه هتستخدمها لايه؟ للفرد بتبان من اول، يعني من اول حطه مفيش تجاعيد في الشعر. طبعا الشعر اللي هو الطبيعي، الشعر الخشن محتاجه تمشي عليه 10 15 يوم، هتعمل فوطه سخنه الاول، تعمل شعرها بميه سخنه وبعدين تدهن الشعر بيه مع التدليك لمدة 5 دقايق وتسيبه خالص، تخرج بيه عادي زي حمام الكريم كده. طب بطول الشعر والتقصف للشعر القصير برضه؟ انا عامل كورس بيكفي شهرين. طيب. للي عايز شعرها يطول، مش اقل من 20 سم في الشهرين، مش اقل من 20 سم في الشهرين. تاني حاجة ان الشعر متقصف بيمنع التقصف. تالت حاجة وهي المهمة، اعادة البصيلات اللي الشعر وقع، اعادة طالما في بصيلة بترجع تنبت تاني. انما مش الصلع. يعني ما يجيش حد عنده صلع ويقول لي لا انا عايز اطلع لي شعر، لا انا في شعر بس بيقع بيتطاير او خفيف، ده بيمنع التساقط وبيعيد انتاج الشعر من البصيله. طب احنا ما عندناش علاج حضرتك ناوي تعمله للصلع؟ بصراحه فشلت. يعني انا احب اكون واضح، انا بلعب على ان الشعر يبقى قوي وزي الحرير، طويل قوي زي الحرير، نعومه، ملمس نظره لامع، الشعر لامع، في نعومه، في طول، في قوه، ده اللي يخص الست. غالبا اللي بيستخدم المنتج بتاعي ده السيدات، فنادرا اول لما تلاقي ست بتعاني من الصلع، يعني قليلين جدا دول. بس في ناس بيعانوا من الثعلبه. ده بيعالج الثعلبه؟ في اللي هي الفراغات اللي بتبقى في الشعر كتيره جدا. بيعالج الثعلبه وبيقضي عليها في خلال 9 ايام، 9 ايام بالساعه واليوم. حضرتك لو في ثعلبه شديده جدا 9 ايام بيقضي عليها. التهابات فور الطرس، بتلاقي حد دايما عايز يحك في شعره كده، ده بينتهي. انا اسف، السبان وحشرات الراس. جميع مشاكل الشعر فيما عدا الصلع ده بيقضي عليها تماما. وسعره العبوه دي كلها، لو حضرتك بتروحي تجيبي عبوه 100 مللي تلاقيها ب 200 و300 جنيه، العبوه دي كلها ب 300 جنيه. يعني العبوه كلها دي بتكفي شهرين، شهرين ونص، 300 جنيه.
انت حجم عامله عشان ما تستنزفكيش ماديا، مش كل شويه تشتري عبوه، لا هي العبوه دي بتكفيكي. وبعدين في ميزه ان بعد ما العبوه بتخلص ما بتكونيش محتاجه، خلاص احنا طولنا شعرنا الحمد لله رب العالمين، عالجنا التلف اللي فيه، عالجنا الثعلبه، عالجنا، فمش مش هتحتاجي تكرريها تاني الا اذا هتكرريها للمظهر. انت عايزه شعرك يبقى لامع باستمرار، هتكرريها للمظهر مش للقوه. يعني قوه انت خدت قوه، خدت نعوميه، خدت طول، خدت نظافه الشعر، الشعر ده بيمنع. يعني حضرتك انت هتاخدي شامبو وبلسم مع بعض، لا ده بيغنيك عن الشامبو والبلسم، يعني مش محتاجه تاخدي شامبو معاه نهائي، لان في زيت ركان ده حاجه يعني في منتهى الروعه، بلسم رباني. احنا عايزين دلوقتي نقول لجمهورنا كله ان هو يستغنى عن الادويه، الادويه اللي تعبوا منها كتير وبيصرفوا كتير جدا جدا جدا، فاحنا عايزين ان هم يتجهوا للاعشاب في كل حاجه، اذا كان للشعر، اذا كان لعلاج السكر، للتبول اللا ارادي. عندي مقوله انا دايما بقولها، جئنا من التراب الى التراب نعود. التراب اللي احنا خلقنا منه اللي هو بينبت فيه الزرع هو فيه كل مكوناتي، انا مخلوق من التراب. فاذا لما تيجي تحللي الجينات بتاعت التراب والجينات بتاعتي اكيد هتبقى متطابقه، لان انا من نفس النبت ده. اكيد طبعا. فكلما رجعنا للاصل كلما رجعنا للقوه، كل ما تكون حياتك طبيعيه، كل ما تكون حياتك بدون كيماويات. انت ربنا خلقنا كده، ما كانش في زمان كيماويات خالص، ربنا خلقنا من الطين ده، من التراب ده. فمكونات الطين دي او مكونات التراب دي هي مكوناتنا احنا، احنا اللي بنعيش بيها. فكلما نرجع لطبيعتنا نرجع لصحتنا. تمام. ده كان اول منتج معانا، ده زيت الشعر. ده زيت الشعر. تاني منتج ده عسل، عسل انتاج شركه رحمه وانتاجي انا زي ما انتم شايفين. ده انا مش بصنعه في مصانع ولا في شركات، ده بقى انا بعبيه بايدي، بعمله كده بايدي وبعبيه عشان الناس برضو تبقى ايه، ما تقولش العبوه. ده عبوه بتقضي تماما على جميع مشاكل الانجاب والعقم للرجال وللسيدات فيما عدا التصاق او انسداد الانابيب، انما ضعف تبويض، عدم وجود مخزون للتبويض، بالنسبه للرجاله عدد الحيوات المنويه لو زيرو، ده نص كيلو، دي عبوه نص كيلو، وفي عبوه ربع كيلو. العبوه الربع كيلو دي ليها مميزات، والعبوه النص كيلو دي ليها مميزات. في كيلو يعني مثلا واحد بيجي لي يقول لي يا دكتور انا عندي الحيوانات المنويه زيرو، مش هينفع معاه لا نص ولا ربع، عايز هو عايز ياخد عدد، لازم يكون في عندنا على الاقل 25 مليون حيوان منوي نشط. انا ممكن يكون عندي 200 الف حيوان، 200 مليون حيوان منوي بس مش نشيطين، لازم يكون عندي درجه نشاط عاليه، درجه البقاء على قيد الحياه مش اقل من 12 ساعه، عدد الحيوانات طبعا يكون زي ما احنا اتفقنا زايد. ثالث حاجه والاهم اللي معظم الناس بتخبي لها، كميه السائل المنوي. السائل المنوي عشان يكون طبيعي ونورمال على الاقل من 3 ل 5 سنتي. في ناس بيبقى عندها سنتي واحد، ممكن يكون في كميات الحيوانات المنويه عاليه قوي، بس سنتي الواحد هيستنزف بسرعه. فكلما زادت كميه السائل، مش الحيوان، السائل المنوي، كلما زادت السائل الحيوان المنوي نفسه. يبقى انا عندي ثلاث حاجات هلعب عليهم، السائل المنوي لازم يزيد، الحيوان المنوي لازم يزيد، الثالثه النشاط والقضاء والبقاء على قيد الحياه. طبعا عايزين نعرف برضه عشان جمهورنا يعرف ايه مكوناتها وايه فوائدها. ده يا ستي اول حاجه عسل صدر جبلي مر، مش العسل اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت ابو 70 80 جنيه، ده عسل صدر جبلي مر، ده بيجي من اليمن وبيجي من كشمير في باكستان. المكونات بتاعته عنبر، بحط عليه 10 جرام عنبر، 10 جرام غذاء ملكات النحل، 25 جرام طلح نخل، 25 جرام جنين قمح، زيت حبه البركه، مجموعه من الاعشاب دي اهمها، لان طبعا في شرش زلوع، في جينسنج. شرش زلوع والجينسنج دول بقى مفيدين في حاجات تانية، يعني ما يعني اللي كلمنا على التليفون اشرح له فوائد، فيه فوائد كتيره جدا للصحه. اولا ده منشط عام للجسم، منشط عام، يعني بعض الناس مثلا بيقوموا مجهود شاق محتاجوا حاجه باور عشان يدوله، حتى انا مسميه فول باور، يعني انا المنتج مسميه فول باور. الفول باور ده بيديكي قوه وانتعاشه اللي احنا محتاجينها. تقول انت بتقومي مثلا عايز تعملي شغل بيت موخمه ومش قادره وعماله تتوبي او مرهقه او تعبانه، معلقه من ده يخليكي زي الحصان. طيب. بدون اي اضرار طبيعيه، لان كله مكونات طبيعيه 100%، مفيش اي حاجه كيماويه فيه. بالنسبه للراجل السواق مثلا او اللي بيشتغل في المعمار او اللي بيشتغل بمجهود بدني محتاج حاجه تقويه. بالنسبه للشباب اللي بيعملوا بادي بيلدينج كمال اجسام والكلام ده، بدل ما بياخد البطرمان البروتين ده، لا معلقه من ده تديك مفعول. هنطلع فاصل ونكمل مع حضرتك تاني. فاصل ونواصل. رجعنا ليكوا تاني بعد الفاصل، بنرحب تاني مره لضيفنا، اهلا بحضرتك. طب حضرتك احنا اتكلمنا عن زيت الشعر واتكلمنا عن
العقم، تمام؟ عاوزين نتكلم عن التخسيس. احنا وقفنا، هكلمك حالا، بس احنا وقفنا المره اللي فاتت على العسل قبل الاعلان ما اتكلمناش في سعره. سعر العسل ده الكيلو ب 700 جنيه شامل مصاريف الشحن، يعني اللي عايز المنتج ده ما بيدفعش عليه مصاريف شحن، بيجي له لحد البيت ب 700 جنيه. النص ب 350، الربع ب 200. العسل ده في خلال العبوه الكيلو بتكفي تقريبا 20 يوم او 23 يوم، بترفع حيوانات منويه من زيرو حيوان منوي ل 10 مليون. كلامي ده بالتحليل، يعني يروح يحلل لو ما لقاش النسبه دي، بس ما يجريش واحد ما عندوش يعني احنا كان معانا مكالمه في الطريق واحنا جايين حضرتك من الراجل بتاع المنوفيه بتاع الباجور اللي بيقول لي انا ما عنديش اصلا، في واحد قريبه ما عندوش اصلا الخليه، ما اقدرش يعمل له حاجه، ده ما فيش المصنع قافل بتاعه. انما لو الخليه موجوده بس ما بتنتجش، ده بيوصله من زيرو 10، اللي هو اسمه ممدوح سعيد عيد بتاع الباجور بتاع شركه الكهرباء. لا انا في خليه، انا ده اوصله من زيرو ل 10 مليون، مفيش خليه، المصنع مقفول، ما اقدرش اعمل اي حاجه. طب حضرتك بتشخص الحاله ازاي؟ يعني انت حضرتك بتدي للناس العلاج ازاي؟ يعني مثلا علاج الشعر بيبقى محتاج تحليل انيميا علشان اعرف النسبه تمام فيها قد ايه. تمام. حضرتك لو هقول لك معلومه عشان برضو انت، احنا عايزين نوفر على المريض حاجات كتيره يتعلمها. الانيميا اول حاجه بتلاقي اللي عنده مريض انيميا ده بتلاقي شفته زرقاء، مش حمراء او مش لون الطبيعي، تلاقي مزرقه، وتلاقيه من اي مجهود تعب، فده على طول معروف ان هو ده عنده انيميا. مثلا مريض نقرس، هو مش عارف ان عنده نقرس، بتلاقي هنا الحته دي كده او في صابع الرجل الكبير محمر قوي، عامله زي ما يكون ملتهبه او محروقه او ملسوعه، وتلاقي رجليه بتورم. دي بعض المعلومات اللي ممكن انا ما الجاش، انا شفت الحاجه دي فانا اروح اعمل تحليل يوريك اسيد عشان اشوف ده، او تحليل هيموجلوبين عشان اعرف نسبه الانيميا. طبعا انا المريض اللي بيجي يشتري حاجتي بيبقى هو لف خد دور كده، شاف عرف فهم، فمجرد ما يجي لي بيقول لي انا عندي 1 2 3 من كلامه، وانا بقدر اشخص ان هو في ايه. اول احنا عايزين نتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا جدا، انا اسف ان احنا اتاخرت شويه فيها. انا بساند وايد زميلي وصديقي وابن منطقتي الاستاذ خالد ابو طالب ابن المرج، مش لاي حاجه ولا اي هدف الا اللي انا شفته في الدوره اللي عملها دي. يعني انا ما انتخبتوش بصراحه الدوره اللي فاتت، الدوره دي انا بنتخبه، كل عيلتي بتنتخبه عشان الانجازات اللي شفنا الراجل ده عملها. خالد ابو طالب ده انسان يعني خلوق جدا، وقف جنب معظم اللي لجأ له او اللي انا ببعتهم له، اقول له ده من طرفي، من طرفي او من غير من طرفي، مجرد اللي بيلجأ له بيحل له مشكلته. احنا شايفين برضو الصوره معانا على الهواء بتاعت استاذ خالد، بالتوفيق ان شاء الله. يعني مرشح مستقل في عند دايره المرج. انا بدعو جميع اهل المرج المخلصين اللي بيحبوا المرج، مش اللي بيحبوا خالد ابو طالب، اللي بيحب نفسه كمان، ان الراجل ده خدوم لابعد مدى. مش عشان هيوظف ابني، ولا انا ما عنديش عيال، يعني انا عيالي لسه مش هتوظف، لسه صغيرين يعني، او عندي مصلحه شخصيه، والله ما عندي بينه وبينه اي مصلحه شخصيه، بس انا شفت افعاله. اولا 70% من الطرق الداخليه بتاعت المرج والحواري والازقه هو كان سبب فيها ان هو تترصف وتعمل لها الانتركولوك ده بالبلاط والكلام ده. ما فيش حد قصده في مشكله او قصده في حاجه الا لما وقف معاه. ما فيش يعني اخر حاجه، انا امبارح كنت في ندوه هو عاملها، فسالته عن المصالحه وعن الحاجات اللي الراجل جاوب بمنتهى البساطه، ما احرجش من الكلام، وما كانش بيدافع على الحكومه عمال على بطال، كان بيقول احنا في غلطات بنعملها، بس احنا بنغلط عشان نتعلم، يعني غلط احنا عملناه بنتعلم منه، المره الجايه مش هيحصل كده. فالراجل مجتهد جدا، فانا بدعو شباب المرج ورجاله المرج المخلصين اللي بيحبوا المرج مش اللي بيحبوا خالد ابو طالب، لان المرشح اللي يخدمني ويقف في دايرته ولما تعوزه تلاقيه، اولا ده ليه مقر في انتخابي في ميدان ابو طالب عندهم في منطقتهم، مفتوح 24 ساعه. انا عن نفسي جربته في اكتر من موقف، لقيته الراجل يعني بسم الله ما شاء الله سداد من غير من اول رقم رن التليفون. مش عشان انا اعلامي، مش عشان انا حاجه، ده هو ما كانش يعرف انا مين اساسا. فانسان على خلق، بتمنى له يكون معنا في الفتره القادمه وكل الفترات ان شاء الله. بالتوفيق للاستاذ خالد ان شاء الله. طب حضرتك احنا النهارده معانا اخر دقيقتين في حلقتنا، عاوزين نتكلم عن اخر منتج معانا اللي هو السكر. ده عندنا نسب كتيرة جدا بتعاني من مرض السكر، أكثر من 40% من الشعب المصري مريض بالسكر بأنواع درجة السكر، وعندنا حوالي 10 مليون رافضين إن هم يتعالجوا ورافضين إن هو النظام حتى الغذائي أو بالأدوية، عندهم رهبة الخوف. أيوة لا بيقول لك إيه، أنا كده عايش الحمد لله رب العالمين، مش عايز أخش، هم عندهم رهبة الخوف. لا أنا ما أخدش أنسولين، لا هو مش عايز يخضع برضو للنظام الغذائي. فحضرتك تنصح بإيه؟ والمنتج اللي معانا ده هل هو بيقضي على السكر نهائي ولا إيه؟ بيقضي على السكر نهائي خلال شهر. ده اسمه مركب ترياق 102، ده اختراع سويسري ألماني، في فريق عمل سويسري ألماني بقالهم 7 سنين بيشرفوا عليه أو قدام الكاميرا. ده العلبة فيها 60 حباية،
تمن العلبه دي كتجاري احنا عاملين بس كدعايه 400 جنيه العلبه الواحده. احنا عاملين نظام عشان الناس تبقى تاخد الحاجه وهي مطمئنه، بتدفعي النص، بتدفعي 200 جنيه. الكورس كامل بتدفعي 400، يعني العلبه دي بتكفي 15 يوم، العلبتين بيكفوا شهر، عشان ربنا يشفي من مرض السكر تماما باذن الله طبعا. ياخد كورس علبتين فيهم 120 حبايه، بياخد حبايتين قبل الفطار وحبايتين قبل العشاء مع الاستمرار في العلاج بتاعه اللي كتبه الدكتور. كل 10 ايام بيعمل تحليل وبيراجعني او يراجع الدكتور بتاعه عشان السكر بينخفض. فاذا كان هو بياخد انسولين او ادويه ثانيه، لما يقول للدكتور انا الحمد لله علاجي سكري نزل فهاخد ايه، فينظم له السكر بتاعه اللي هو بياخده. بيمشي على نفس النظام الغذائي اللي قال له عليه الدكتور، نفس العلاج اللي قال له عليه الدكتور بتاعه مع العلاج بتاعي، حبتين قبل الفطار وحبتين قبل العشاء. طب مكوناته ايه يا دكتور؟ ده ماده الرئيسيه بتاعته اسمها روز بيتا، وهي مسميه على خليه بيتا المسؤوله عن افراز الانسولين في البنكرياس. الماده دي بتيجي من جنوب شرق اسيا، بتتعمل بنسب معينه، يعني انا لما افتح البرشام هتلاقي كبسول معمول من الاعشاب، عشان في ناس بتخلط بينه وبين العسل. ده كبسول عشبي معمول، برشام عشبي، في منه نوعين، في بقى في كبسول وفي برشام، نفس المنتج هو هو بس طريقه التعبئه مختلفه. ده العلبه فيها 60 حبايه، معمول من ورق التوت، ورق الزيتون، ماده روزباتا وكمون، كلها مواد طبيعيه بتتخلط لنسب معينه وترجع تنعمل في شكل دوائي كبسولات زي كده او برشام. دي باذن الله بتقضي على السكر تماما عن طريق حاجه معينه. العلاج اللي انت بتاخده من عند الدكتور فيه انسولين، بتمتص الانسولين تخزنه في خليه بيتا، وبتحفز الخلايا الاخرى اللي جنب خليه بيتا، هم وجدوا ان في خلايا اخرى موجوده بتفرز انسولين بس بكميات قليله جدا. لما اديناها المحفز ده اصبحت تنتج الانسولين بكميات وافره. فبالتالي احنا استعرضنا عن خليه بيتا بالخلايا المنشطه الاخرى اللي جنبها، ترجع تفرز انسولين طبيعي للجسم، تقضي على المرض ده تماما. تمام. اتشرفنا النهارده بحضرتك جدا استاذ عصام. ده شرف. واكيد طبعا جمهورنا استفاد جدا بالاعشاب الطبيعيه، وان شاء الله تقدروا انكم تستغنوا عن الادويه وتتجهوا للاعشاب الطبيعيه. انا بدعو جميع المشاهدين، احنا معنا دقيقتين فانا او دقيقه بنهي فيها بعد اذنكم معلش. بدعو جميع المشاهدين ان يلجأوا للطبيعه، كل ما كانت طبيعي كل ما يكون حياتك احسن بكتير. قبل ست بيت قبل الغساله الاوتوماتيك كانت صحتها ازاي؟ والنهارده الريموت والغساله الاوتوماتيك اكبر ضرر لصحه الانسان. فالحاجات اللي انا بقدمها زيت الشعر او علاج للسكر او العسل بتاع الانجاب، دي حاجات طبيعيه 100% تفيدنا لانها من الطبيعه والى الطبيعه. واشكركم والى لقاء كل ثلاث ان شاء الله رب العالمين، هديكم معلومه جديده باذن الله. شكرا بحضرتك استاذ عصام، نورتنا النهارده، وان شاء الله انتظرونا في حلقه قادمه من برنامجنا. كانت معكم دينا السقا.